سوينا اكثر تقريبا 20 فعاليه، ومن هذه الفعاليات احنا شاركنا فعاليه الماراثون تقريبا مسافه قليله كانت 1 كيلومتر من سدوك لبارك نوروز. شاركوا اكثر يعني اعمار مختلفه، شباب وبنات ورجال كبير كبار، يعني كلهم شاركوا. وهسه عندنا بارك نوروز هم فعاليات مال تهديف مال كره سله، جايين فعاليات هم كاراتيه الصبح، كل يد مالنا التربيه الرياضيه سووا بطوله مال فوتسال مال قصار القامه ويا فريق البنات، وهواية فعاليات الاخ كره الطائره بمعهد فيها. والله الهدف من هاي نشجع يعني اكثر شيء، يعني نريد البنات واولاد وكلهم يشاركون بهاي الرياضه، وتشوف يعني مثل يوم رياضي، يعني يوم رياضي كلهم نجمع مكان سوا ونحتفل بيوم رياضي ونعمم الرياضه في بلدنا العراق وفلسطين. نحن من زمان نتمرن على التدريبات مشان العروض اليوم، الحمد لله كان كلش زين، وعروضات مال تايكواندو كان اكو هواي عروضات، بس مالتنا خصوصيا مال تايكواندو اهم شيء. نحن من زمان نتمرن بس العروض مشان هالعرض تقريبا اسبوعين. والله كان كلش حلو كلش زين، والمشاهدات كمان استمتعوا بها. بايسكل سواري غرفان وميدان يعني كان مهرجان كلش حلو بقيادة محافظة دهوك شمال العراق، وكان الماراثون عبارة عن تيكواندو ركض مال بسكلات، ماراثون ركض، وبالإضافة إلى فعالية كلش حلوة جميلة في شمال العراق محافظة دهوك. والله هي أكثر شيء العروض اللي استمتعت بها التيكواندو للأطفال وللناشئين، طبعا وعندك لعبة البسكت، كرة السلة، كان عندك بعد رياضة البايسكلات والركاض السريع، طبعا كلش كان حلو فعاليات اليوم.